والآن سيكون معنا المهندس محمود العوران وهو مدير اتحاد المزارعين لحتى نتحدث إحنا وياه أكثر عن المؤتمر الذي عقد يوم أمس وعن موضوع متبقيات المبيدات بشكل خاص. مهندس محمود يسعد أوقاتك. يسعد صباحك أختي الكريمة الأستاذة والمشاهدين. اهلا فيك. يعني يعطيكم العافيه بدايه مهندس، لكن بدنا نتحدث اكثر عن نسب المبيدات اللي موجوده، يعني كبدايه لنقاشنا نحكي هل فعلا موجود نسب من المبيدات داخل الخضروات وكيف ممكن نحد من اثارها؟ يعني يعني مشان نخصص السؤال اكثر، كيف تم التعامل مع الموضوع؟ أختي الكريمة بداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين، وأشكر اهتمامكم على إثارة هذا الموضوع. يعني بداية بحب أطمن سواء المستهلك المحلي أو إخوتنا في الدول العربية الشقيقة اللي احنا بنصدر لهم أو حتى إلى دول أوروبا بأن الأردن لا زال ينتج غذاء آمنا وسليما. هذا لا يعني حديثي بأنه ليس هناك في أخطاء، لا هناك في ثمة أخطاء حقيقة، لكن بداية الشجاعة أن نعترف بالخطأ ومن ثم نبدأ بتحديد مواقع الخلل ومن ثم العلاج، وهذا ما حصل فعلا. حصل بعض حالات فردية طبعا. الآن أختي الكريم يعني حتى يكون الإخوان كلهم بالصورة، نتيجة ظاهرة التغير المناخي اللي احنا عم بنعيشه، لابد الآن نتيجة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة أو الشح في الأمطار أو الجفاف إلى آخره، هذه تؤثر على نوعية التربة، تؤثر على موضوع الأمطار، أيضا التقلبات في درجات الحرارة، يعني بنلاحظ بعض المرات درجات الحرارة بالنهار بتكون حوالي 30 أو 35 درجة مئوية، فجأة بتهبط إلى ما دون ال 20، هذا يؤدي إلى خلل أو إلى اللفحات، وهون لابد من استخدام المبيدات. الآن احنا يعني قبل ما نبدأ بالموضوع، الموضوع هذا الخلل يعالج من خلال البحث العلمي بإنتاج أصناف تقاوم هذه التقلبات اللي احنا عم بنشوفها. أعود إلى موضوع المتبقيات، زي ما ذكرت لك أختي الكريمة هناك في خلل، وخليني أحدد يعني حقيقة من هي الجهات المسؤولة عن هذا الشيء. نبدأها حقيقة بالمزارع، من ثم المصدر، ومن ثم وزارة الزراعة. لكن احنا بعض المرات يعني احنا بنلوم وزارة الزراعة هي الأم عادة، الواحد بيلجأ لأهله في عرض مشاكله أو عرض ما يتعرض له، فبالتالي إذا كان في هناك حديث عن وزارة الزراعة لا نعني احنا حقيقة انه هو جلد للذات، لا احنا بشر والأخطاء البشرية قائمة واردة، لكن يعني هناك عتب على وزارة الزراعة انه هناك في كتب كانت في 2014، كان هناك في كتب بال 2016 من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وبالمناسبة احنا بنشكر اخواننا بالإمارات على هذا الاهتمام، بجوز لو ما بينيهم الأمر ما خاطبونا أكثر من مرة، دلالة على انهم يرغبوا صحيح دليل اهتمام المحلية. صحيح مهندس، فحقيقة يعني يسجل الأشقاء في الإمارات هذا الموقف. أعود أختي الكريمة إلى موضوع المتبقيات. الآن يعني نتيجة ما حصل لابد من الاهتمام أكثر، مزارعنا مثقف وواعي، وخاصة إذا ما علمنا بأنه ما يقارب 30 إلى 35% من مزارعي منطقة وادي الأردن هم أيضا من المهندسين الزراعيين من الفنيين. صحيح. بالتالي يبدأ الحديث الآن هو من خلال موضوع المبيدات، في هناك في لجنه في وزاره الزراعه اسمها لجنه المبيدات، وخلينا هيك يعني ليس جلدا للذات لكن هو لتوضيح الحقائق، بكل اسف اتحاد المزارعين ليس ممثل في هذه اللجنه، نتمنى ان يكون اتحاد المزارعين ممثل في هذه اللجنه. الان اختي الكريمه لجنه المبيدات يعني عليها بالفعل يعني بعض شركات صانعه تضع بان فتره الامان 48 ساعه او يومين، قد يجوز هذا لترويج بضاعتها انه هذا بضاعه امنه، لكن لابد من فحص هذه المبيدات والتأكد من فترة الأمان. صحيح مهندس، مهندس محمود يسعد أوقاتك. هلا يا سيدي. هلا يا سيدي. يعني تجنبا لهذا الخلل اللي صار، أو مثلا عشان ما يصير في يعني حكي كثير بالموضوع، منتجاتنا الزراعية الأردنية معها شهادات مخبرية بالمواصفات والمعايير العالمية بنمشي عليها، يعني احنا حسب فحوصات وحسب انه هاي يعني مثلا خلينا نحكي هاي الحمولة معها شهادة خالي ونمشي فيها، ليش ما يكون في عندنا هيك إجراءات؟ سيدي قبل شوي يعني أختي الكريمة تحدثت في المقدمة بأن الأردن يصدر إلى 55 دولة منها دول أوروبا الشرقية ودول أوروبا. سيدي احنا نفتخر بأن هناك شهادات من المختبرات الأوروبية
بأن الأردن ينتج غذاء آمنا وسليما، لكن حقيقة كل دولة لها مواصفاتها ومقاييسها الخاصة فيها، يعني حسب نمط الاستهلاك. يعني أنا أذكر أحد الزملاء ضرب مثال، وأرجو أنكم تتحملوني بهذا البرنامج لطول الحديث. ضرب مثال بسيط على موضوع التبولة اللي بنستخدم فيها إحنا البقدونس. بعض مجتمعات، نأخذ المجتمع اللبناني على سبيل المثال، البقدونس التبولة عنده شبه وجبة يومية، بالتالي المتبقيات يجب أن تكون بنسب متدنية جدا جدا جدا. لكن في بعض دول أخرى التبولة بيجوز بالشهر مرة، بالشهرين مرة إلى آخره. فبالتالي موضوع المتبقيات بتكون نحكي عفوا، يعني معايير دولية بالنسبة لموضوع متبقيات المبيدات. كل دولة أختي الكريمة، كل دولة لها معاييرها. مزبوط. وهذا ما حصل حقيقة، لكن الدول الأوروبية أيضا إحنا بنخضع لشروط لفحوصات. أكيد طبعا. يعني مجرد وصول بضاعتنا أو حاصلاتنا البستانية إلى أسواق أوروبا تخضع قبل ما تنزل إلى السوق المحلي، تخضع إلى الفحوصات المخبرية، والحمد لله رب العالمين يعني ما حصل أي شيء إنه كان هناك رفض. وموضوع رفض الشحنات، يعني الأردن عندنا اليوم أو امبارح رفض شحنة ليمون من إحدى الدول، بالتالي يعني هذا الخلل هو خلل عام. لكن أعود وأكرر وأطمن المستهلك، يعني بجوز لاحظي أختي الكريمة والأستاذ الفاضل، هل هناك يعني في الأردن تحديدا حصل عنا إنه نتيجة تناولنا للخضار الطازجة يعني واحد أكل بندورة بدون غسيل أو يعني حالات نادرة؟ نحكي حالات نادرة إنها يا ريت حالات نادرة أبدا. أنا أنفي نفيا قاطعا بأنه ما في مواطن أردني أو مستهلك أكل خيارة أو بندورة أو شيء ني وصار في هناك حالات تسمم. الموضوع جميل. أخذ موضوع تهويل زيادة، لا أنكر بأن هناك في ثمة أخطاء، لكن هي في طريقها إلى العلاج، وقد عولج ما يقارب 90% منها أختي الكريمة. طيب مهندس محمود، يعني بحسب ما تم تصريح من المؤتمر يوم أمس بأنه السنة الماضية كان في أضرار نحكي قدرت بثلاث مليارات، اللي هي أضرار نحكي مادية على المزارعين، يعني الضرر منها بما يقارب 3 ملايين مزارع. هل هذا المشهد رح نرجع نشوفه في سنة 2017 ولا لا؟ أختي الكريمة، يعني حقيقة أنت الآن كأنك بتفتحي ملف أهم وأهم مشاكل ومعوقات القطاع الزراعي. القطاع الزراعي حقيقة الآن هي مشكلتين حقيقيتين عم بواجههم، هي التشريعات والقوانين الناظمة للعمل في القطاع الزراعي، أيضا التغيرات المناخية. التغيرات المناخية تحدثنا عنها بشيء من الإيجاز، أيضا ظهر عندنا من 10 سنوات، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى إنه الأحداث في دول الجوار إنها تهدأ إن شاء الله طبعا رب العالمين. الأحداث المؤسسة في دول الجوار أثرت علينا كحاصلات بستانية أردنية، سواء كانت حاصلاتنا ممر أو مقر في هذه الدول. بالتالي يعني خلينا نتحدث بداية على المشكلة الأخيرة اللي ظهرت منذ عقد من الزمن تقريبا، هي موضوع الحدود، إغلاقات الحدود أدى إلى اختناقات تسويقية. الاختناقات التسويقية هذه أدت إلى خسائر وارتفاع حجم المديونية على المزارع. يعني بجوز لاحظتوا في بعض المشاهد أن المزارع كان يدخل المواشي للمزرعة حتى يتخلص من الإنتاج تبعه، أو البعض يقول لك أنا ما راح ألقط البندورة أو خلافه. فبالتالي هذه مشكلة. أعود إلى موضوع التغيرات المناخية، لا تحل إلا بالبحث العلمي، وظاهرة التغير المناخي هي في ازدياد مستمر، لذلك لابد من تفعيل دور الجامعات الرسمية. أن أساتذتنا وعلمائنا يجب أن يعملوا على القطاع الزراعي كأبحاث، أيضا لدينا المركز الوطني للبحوث الزراعية يجب دعمه للبحث العلمي. نعرف أن البحث العلمي مكلف جدا، إذا ما علمنا بأن ميزانية وزارة الزراعة 99% منها بروح رواتب، فبالتالي ما صفى شيء للغايات البحث العلمي. فبالتالي لابد من دعم البحث العلمي لإنتاج أصناف تقاوم الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، زي ما لاحظنا العام الماضي في المطرح وصلت درجات الحرارة أدت إلى تلف المحصول. أيضا الصقيع زي ما شفنا في منطقة وادي الأردن، وهي أكبر منطقة بالعالم 340 متر تحت سطح البحر ظهر فيها الصقيع. بالتالي إذا ظاهرة التغير المناخي لا تحلل البحث العلمي. أعود إلى التشريعات والقوانين، وهذه يعني هي من صنع البشر، بإمكاننا أن يكون هناك أيضا تعديلات. نتمنى على الجميع بأنه لحين إصدار أي تشريع ناظم للعمل بالقطاع الزراعي أن يكون شريكا، أن يكون الاتحاد العام للمزارعين شريك حقيقي، لأن الاتحاد يمثل المزارعين وأهل مكة أدرى بشعارها. بالتأكيد الاتحاد متواجد أيضا لحماية طبعا حقوق يعني المزارعين، لأنه مثل ما حكى رئيس الاتحاد يوم أمس بأنه هذا المؤتمر جاء يعني جزئية منه لرد الإساءة بما أسماها يعني بأنها إساءة بحق المزارعين.
مهندس محمود، سؤال بخصوص زي ما تفضلت انت وحكيت انه الامارات بعثت لنا اكثر من مره خلال الفترات الماضيه بخصوص منتجاتنا، هل تم تشكيل لجنه اماراتيه اردنيه عشان نشوف حيثيات الموضوع ايش صار فيها؟ سيدي يعني هذا الكتب كانت مخاطبات ما بين دوله الامارات ووزاره الزراعه الاردنيه منذ عام 2014. حقيقه يعني الان نتحدث بكل وضوح وبكل صراحه، موضوع كتابنا وكتابكم كتاب رقم وبتاريخ كذا، هذا ذبح للمشكله. يجب انه احنا الان بنرحب بالاشقاء بالامارات وباي دوله عربيه وحتى الدول الاوروبيه، بنقول ابواب المزارع مشرحه، اسف مشرعه، يدخلوا فيها باي وقت، يشوفوا طبيعه الانتاج، نوعيه المياه، نوعيه الاسمده التي تستخدم، ايضا المبيدات متى تستخدم، يعني المبيدات المزارعين اكثر المزارعين يعني وهذول يعني حقيقه نموذج امثل للزراعه الاردنيه، بيبداوا بعمليات الرش لغايه عقد الثمار، يعني مرحله عقد الثمار ما بيكون في رش، لذلك ما بيكون في متبقيات خاصة للمبيدات اللي تترك الأمان فيها أطول من 10 أيام. حلو مهندس محمود، رح يكون معنا مداخلة من الدكتور نمر حدادين والناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة. دكتور نمر يسعد أوقاتك. دكتور نمر. أهلا فيك دكتور. هلا مرحبا، صباح الخير، يعطيكم العافيه. صباح الورد، اهلا دكتور. دكتور، بالحديث عن القطاع الزراعي ومتبقيات المبيدات في المنتوجات الزراعيه ككل، بدنا نحكي عن دور الزراعه في دور وزاره الزراعه في الرقابه على المنتوجات الزراعيه وبالاخص على موضوع متبقيات المبيدات. شكرا ستي، يعني تحدثنا بهذا الموضوع مع العديد من وسائل الاعلام ومنهم محطتكم الكريمه. يا بحب اكد على جوده وسلامه المنتجات الزراعيه الاردنيه، احنا بننتج حوالي 3 مليون طن من الخضار والفواكه. البعض بفكر انه احنا فقط مهتمين بعمليات التصدير، لا، بالدرجه الاولى سلامتنا وسلامه منتجنا، لانه الاكثر المنتج معظم الكميات اللي بننتجها تؤكل في السوق المحليه. لهذا السبب احنا اجراءاتنا قديمه، تعديل الانظمه، تعديل المبيدات، ايضا تسجيل المبيدات الزراعيه، احنا بنتعامل بكل وضوح وشفافيه. الاشقاء في الامارات طرحوا او خلال يعني فحصهم للعينات، وهذا شيء طبيعي، احنا كما احنا بنستورد اي ماده من الفنيين بيعملوا لها فحوصات مخبريه. بالامس اتلفنا شحنه ليمون لعدم مطابقتها للمواصفات، وتم اتلاف حوالي 40 طن ليمون، وهذا الاجراء صحيح. الاشقاء في الامارات وجد نسبه المتبقيات بالنسبه لهم للاستاندارد انه تزيد عن الحد المسموح فيه. احنا اخذنا هذا الموضوع محمل الجد، تم هناك الإعاز للفنيين بشراء بطرح مناقصة وشراء جهاز حديث حتى يواكب عمليات التطور، أيضا بالنسبة لعمليات تسجيل المبيدات. وبالأمس تم تغيير فترات الأمان لإحدى المبيدات، وهذا الإجراء كان بشهر واحد، مش إحنا بشهر خمسة، بشهر واحد تم أخذ الإجراء. فإحنا حريصين كل الحرص على سمعة منتجنا إذا كان للسوق المحلية أو للسوق الخارجية. لهذا السبب احنا الفنيين بتعاملوا من خلال مدراء الزراعه ومديريات الزراعه، لكن احنا ما بنقدر نعمم على الجميع، على جميع منتجاتنا. ممكن قد يكون هنا مزارع ما التزم بتعليمات وزاره الزراعه او تعليمات العبوه المكتوب عليها بيكون في فتره امان، هذا بتوجب على المزارع ان يلتزم في تعليمات فترات الامان. الشيء الاخر انا بحب اضيفه، احنا الجو عندنا جاف وما في رطوبه، ايضا في ارتفاع في درجات الحراره، جزيئات الماده الكيميائيه تتكسر باقل من استخدامه في دوله اخرى، لانه الجو عندنا جاف كما اسلفت، وارتفاع في درجات الحراره، يعني المبيد اذا بده 4 أيام او يومين او 3 أيام عندنا باقل من هذا بكثير. استاذ نمر، بخصوص التصدير للامارات، يعني موضوع كثير مهم بهمهم زي ما بهم يعني معظم الدول الثانيه. الرقابه لازم تيجي يعني قبل ما نحرف احنا من الدول الثانيه انه صار في عندنا منتجات فيها مبيدات، يعني مجتمعنا احنا بعد ما سمعوا القصه انه صار في تخوف اصلا من المجتمع نتيجه منتجاتنا الزراعيه، يعني احنا كشعب بناكل الخضار خلينا نحكي المستوى الاقل من التصدير زي ما بنعرف دائما، فيعني الرقابه الداخليه اهم من الرقابه الخارجيه.
هذه معلومات غير دقيقة. أولا منطقة الإنتاج واحدة، منطقة الإنتاج واحدة، يعني بننتج البطيخ في غور الصافي فهو للسوق المحلية وللسوق الخارجية. فقط في بعض الزراعات، في بعض الزراعات اللي هي زراعات تعاقدية، دول في عينها تطلب منتج معين بتم زراعته لهذه الدولة، يعني لو يطرح في السوق المحلي ما حدا بيشتغل، ما حدا بيشتريه. اثنين، معظم التجار والمصدرين بعضوا كمياتهم من السوق المركزي. لهذا السبب احنا بنتحدث بالنسبة لمنتجنا الزراعي مطابق للمواصفات. ايضا صادراتنا زادت الى دول الخليج العربي، بالامس تم تصدير حوالي 2000 طن من الخضار والفواكه، ومنهم لدولة الامارات، وبالتحديد دولة الامارات زادت صادراتنا بنسبة 35% خلال الخمس ايام الاولى من هذا الشهر. الحمد لله. طيب دكتور، يعني مثل ما احنا بنعرف ومثل ما ايضا اكد وصرح امبارح رئيس الاتحاد المزارعين، حكى بانه الاردن هي ثاني افقر دوله في الماء، وايضا يعني بنعرف شح الماء بياثر ايضا على المنتجات الزراعيه، بياثر ايضا على المبيدات في هذا القطاع. لكن هلا احنا بدنا نعرف هل هناك منتجات زراعيه فعليا في عليها خطر بتشكل على المستهلك الاردني؟ يعني انت بتعرف الناس يعني بيكون في العديد منها بيكون عندهم معلومات هل هي صحيحة أم غير صحيحة، بأنه في اختلاف بنوعية نحكي المنتجات الزراعية اللي هي اللي بتم تصديرها أو الموجودة في السوق المحلي. لكن إحنا من باب يعني النصح ويعني التحذير للمشاهدين من إنه يا جماعة، أو إنه تكون تصحيح معلومة بأنه لا، المنتجات الزراعية عندنا تمام، ما فيها تخلو من المبيدات الحشرية نحكي اللي هي الفوق الاعتيادي أو اللي هي ممكن تضر بصحة المواطن. يا ستي، اولا انا بحب احكي يعني غسيل الثمره جيدا طبعا شيء اكيد 50% من اي متبقيات. الشيء الاخر، بعض الناس يعني كانوا يطلعوا بجهاز انه بفحص مبيدات في صحيلي، هذا كلام غير دقيق على الاطلاق. لا يوجد اجهزه فحص تحمل بالجيب او تتنقل لفحص المبيدات. اكيد شيء مفروغ منه. السبب يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض غير المختصين بتحدثوا بمعلومات غير دقيقة وغير علمية. مثلا بيستخدموا كلمة مخصبات، ما في شيء بالزراعة اسمه مخصبات، في منظمات النمو وهي مسموحة زراعيا تستخدم في المنبت في بداية الزراعة وبعد لتكوين مجموع جذري ومجموع خضري، ومن ثم تنقل إلى الأرض الدائمة. جميل. وفي الأرض الدائمة فقط يعني بتحتاج إلى مياه وأسمدة، وهذا مسموح عالميا. بالإضافة بحب أكد أن المبيدات الزراعية اللي عندنا هي مبيدات آمنة وصديقة للبيئة. أيضا صحيح مسجلة نمر بس. في دول الاتحاد الأوروبي ومسجلة عندنا، وأي شيء يعني بصير يعني طارئ علمي عليه أو فترة أمانه أو تغيير في هذا على الفور، إحنا يمنع تسجيله أو يمنع استيراده. لهذا السبب إحنا بده يكون في تكاتف يعني تعاون من الجميع بحيث انه نحافظ على جودة وسمعة منتجاتنا الزراعية. احنا بنصدر ل 55 دولة، في شهر 3 صدرنا حوالي 2600 طن خضار لدول اوروبية. هل يعقل دول اوروبية تسمح بدخول منتج غير مطابق للمواصفات؟ استاذ نمر، زي ما تفضلت وحكيت انه في شيء اسمه منظمات هرمونية، هاي بيستخدموها يعني حسب المعايير والاسس، صح؟ إذا استخدمناها بطريقة زيادة مش بتصير سموم موجودة بالثمار؟ يعني لما تطلع المنتجات قبل شهرها أو قبل مثلا موعدها بأشهر؟ لا، هي في البداية تستخدم قبل لا يصير ثمر ولا إشي، وثمنها غالي. لو زادت عن حدها مش بتأثر؟ قبل نقل الشتلة أو النبتة إلى الأرض الدائمة. لو استخدمناها بشكل زيادة أو بنسبة زيادة عن الحد مش بتتحول لسموم؟ لا إلها فقط لغايات تكوين مجموع جذري وخضري، ولما يتكون هذا بطن خلص انت استخدامه. يعني رسالة وصلت يعني دكتور نمر، نشكرك. شكرا لك يعني على المعلومات الجميلة، وأيضا نشكر أكيد المهندس محمود العوران. إذا على تفضل مداخلة بسيطة أختي الكريمة. تفضل ستي. يعني أنا أسجل على ما تحدث من الدكتور نمر، الأستاذ سأله على منظمات النمو فيما لو استعملناها بشكل مطلق شو أثارها السلبية.
ادارتنا اللي بتقول انه اذا استخدمناها بشكل مفرط زياده عن الحد المسموح به فورا نفس النبته بتموت، يعني يؤدي هذا الى تلف المحصول كامل. فبالتالي اي زياده عن النسبه اللي بتكون موجوده والمحدده بيكون هناك تلف للمحصول كامل. اعود واكرر بانه احنا لازلنا ننتج غذاء امن وسليم، ما حصل هي حالات فرديه ولن تتكرر ان شاء الله رب العالمين بتضافر جميع الجهود. وبشكر قناه الاردن الحقيقه على اثاره هذا الموضوع لتوضيح الصوره، لانه شكلك انت بتحكي وانت خايفه تاكلي بندوره او تاكلي خيار، فبالتالي لا انا بطبق كل خيار وبدون غسيل كمان. طب البطيخ شو وضعه؟ 50% من الغسيل. لا انا بقول لك كمان كلي حتى خيار الان من السوق، اذا بصير فيك شيء انا اتحمل المسؤوليه كامله. ولا تسلم عليك طبعا. الله يسعدك مهندس. شكرا لك مهندس محمود العوران، وشكرا ايضا للدكتور نمر حدادين.